إيجابيات وسلبيات لعب الكارديو على المعدة الخالية، موضوعنا حق هذا اليوم. قبل لا نبلش في الموضوع خلونا نفرق ما بين أكسدة الدهون وخسارة الدهون. أكسدة الدهون أي بمعنى أن أنا قاعد أستخدم الدهون وأفككها كمصدر للطاقة حاليا في أداء الرياضي. خسارة الدهون يعني بمعناتها أن لازم يكون هناك فارق بين السعرات الداخلة والخارجة خلال اليوم. أنا لما أقوم الصبح ألعب على معدة خالية كارديو قاعد أستخدم الدهون كمصدر للطاقة حاليا، ولكن ليس بالضرورة أن نهاية اليوم أنا خسران دهون إذا لم أحقق الفارق في السعرات الداخلة والخارجة خلال اليوم. الفكرة أتت أن لما الشخص يقوم الصبح فبالتالي يكون صايم 6 إلى 8 ساعات، فبالتالي مستويات الأنسولين تكون عنده قليلة، ومستويات الجلايكوجين الموجودة والمختزلة في العضلات تكون في أقل مستوى، فهني الجسم قاعد يستخدم الدهون ويتم تفكيكها كمصدر للطاقة، وهذا كلام صحيح 100%. قال أن هذا الكلام مثبت علميا من خلال الدكتور فليب في عام 1976، يعني هذا الموضوع ليس حديث العصر، وتم تأكيد هذا الكلام على عالم الدكتور هولتز في عام 97. فإذا هذا الموضوع لا خلاف عليه. في عام 2014 ويا العالم الدكتور براين شولفد وحد دراسته الشهيرة واللي قال فيها ليس هناك فارق بين المجموعتين، اللي الأشخاص اللي تلعب على معدة خالية وأشخاص تاكل وتلعب كارديو بعدها دام أن هناك نقص في السعرات خلال اليوم. ولكن هذه الدراسة عليها عيوب وليميتيشن كثيرة جدا ومعيبة. رقم 1، لم يحدد عدد ساعات الصيام. رقم 2، عدد المشتركين كان 20 وهو عدد قليل جدا وكان على مجموعتين. قصر مدة الدراسة 4 أسابيع فقط. عدم تكافؤ بين المشتركين في نسبة الدهون، وعادة قاعد يستخدم الأشخاص أصحاب البدانة العالية وهذا عيب كبير. في عام 2017 يد دراسة نوعها ميتا أناليسز. يا بربع دراسات على شنو ميتا أناليسز ما أدري. على العموم تذكر هذه الدراسة أن ليس هناك فارق في خسارة الدهون بين أشخاص لعبت كارديو على معدة خالية وأشخاص ما لعبت على معدة خالية، تمام؟ ومن ضمن الأربعة دراسة شونفيلد، والثلاثة الباجية عليهم عيوب يعني أكثر من دراسة شونفيلد. لحد الآن العلماء لم يوفقوا ولم يجزموا أن ليس هناك فارق بين الكارديو على معدة خالية أو لا في نسبة خسارة الدهون. استقل هذا الموضوع علماء الدايت الكيتو وهو دكتور ياباني اسمه كايتو في عام 2017، وسوى دراسة وشاف أن اللي يلعبون كارديو على معدة خالية الصبح لهم الأفضلية في حرق الدهون باقي اليوم خلال 24 ساعة بفارق 70 سعرة فقط. يا ظالم، 70 سعرة يعني 60 جرام عيش ولا نص قفشة من متر. هذه الفارق 70 سعرة ذكرتني في دراسة صارت في تونس وسووها على المسلمين على أيام رمضان، وشافوا أن الأشخاص المسلمين اللي يلعبون كارديو قبل الفطور لهم الأفضلية في خسارة الدهون بفارق 1.6% من الأشخاص اللي لعبوا كارديو بعد الفطور. بالمقابل أتى الطرف الآخر وقال اللي ياكل ويروح يتمرن بإمكانه أنه يبذل مجهود أكبر في الكارديو، ممكن يسوي 2 إلى 3 مرات هيت في الأسبوع، ولكن الهيت ممكن يصاحبه استرس فتيق تعب وممكن تاخذه معك مع الأيام. وهالشيء هذا أثبته الدكتور لين ماكدونالد مخترع نظام الفلكسيبل دايت في دراسته، وشاف أن اللي ياكل ويروح يتمرن له الأفضلية في حرق ما بعد الكارديو بفارق 80 سعرة. هم ما تسوى. حيرتك أنا أدري، ولكن وجهة نظر يجب أن تحترم وتطرح من الطرفين، وكل واحد له دلالة. إذا الآن اختلفنا نذهب إلى الأعلم، حتى الأعلم بينهم اختلاف. براين شونفيلد ونورتن يقولك ماكو فرق تلعب على معدة خالية أو لا. إريك ومايك سراتيل عندهم كلام جميل يؤخذ في الحسبان. حاب اني اطرح راي مايك سراتيل في هذا الموضوع. Fasted cardio is buying non-hungry time.
So that when you eat your meal afterwards, you buy yourself another 3 hours of non-hungry time. So if your cardio lasts an hour, you wake up, do cardio, fast it. You get an hour of non-hungry time because you're not hungry during cardio for the aforementioned reasons. Then you eat a meal, and for 3 hours after the meal, you're not hungry. Sweet. You earned yourself an hour of free non-hungry time with no alteration in calories. On the other hand, if you woke up, ate, and then went to do cardio, the cardio non-hungry time gets swallowed up by the meal time. So in essence, you would actually get hungry in the same 3 hours that you normally would. It gets worse. Because remember, you burn some of... من فوائد الكارديو على المعدة الخالية إن سهل التطبيق. أقوم الصبح وألعب على طول الكارديو. يكون جدولي منظم بشكل أكبر. من فوائد الكارديو على معدة خالية إن يقلل الشهية خلال اليوم. من فوائد الكارديو على معدة خالية أيضا يزيد حساسية الأنسولين، والشيء هذا شافوه بشكل ملحوظ جدا لمرضى السكري من النوع الثاني. تمام؟ في شغلة بسيطة ذكرها مايك سراتيل بالنسبة للأشخاص اللي نسبة الدهون عندهم قليلة وحابين إن مثلا يدخلون في مرحلة الشيبينج واللو فات بشكل كبير، يفضل إن يستخدمون الكارديو على مدى خالية. Do you think it makes any difference if you have lower levels of body fat compared to higher, due to the fact that it might be more difficult to mobilize fat if you have a lower body fat percentage? I think the lower your body fat percentage gets, the harder everything gets. Mm-hmm. So that maybe fasted cardio versus fed state cardio works a little bit better during that very low body fat percentage. Whereas higher one, it might not matter at all. Right? So. سلبيات اللعب الكارديو على معدة خالية أنه ممكن يدخلك في عملية هدم بشكل كبير، وخصوصا للاعبين الطبيعيين. وهناك الشروط إذا حاب أنك تطبق الكارديو على معدة خالية. رقم واحد، القدرة أعلى مستويات القدرة القلبية لا تطوف 70%، يعني تلعب شدة قليلة إلى متوسطة، وذلك بسبب، شوف البوست الأخير في الإنستغرام وراح تعرف السبب بالتفصيل. رقم اثنين، لا تطوف أكثر من ساعة. رقم ثلاثة، وهي الدكتور، لا والله مو دكتور، بروفيسور داريون يقول أنت لما تقوم النوم وصايم 6 إلى 8 ساعات، عملية تخليق البروتين نزلت إلى أقل مستوى، فيفضل أنك تشرب بروتين وتضمن أن ما يكون عملية هدم هناك، وبعدها تلعب كارديو. وهذا الموضوع يطبقونه يعني مدربين محترفين مثل جورج فرح واللاعب باتريك. Morning, we got a scoop of Hydro Whey, drink it, or 10 grams of branched-chain amino acids and have it. And then, you know, do your cardio. It's perfectly fine. Same thing after working out. If you get done working out, instead of your muscles, you're not going into catabolic while you're going in. I'm in the morning. Get a lot of blow and go. Trying to do this sport and work at the same time. 75 grams of this. All right, so gotta get dressed and hurry up and get to work. Back to the lower floor. Stairmaster. How long are you gonna be doing? So, prep at a lower body fat percentage to the muscle. And الخلاصة، الكارديو على معدة خالية له الإيجابيات والسلبيات، ولكن إذا حاب تطبق هذا الموضوع يجب أن تطبق الشروط اللي إحنا ذكرناها. ممكن الكارديو على معدة خالية يكون له الأفضلية بفارق جدا بسيط لأصحاب البطولات في أواخر الفترة، وهذا الفارق البسيط ممكن أن يفوزك. اللي يفرق اللاعب عن اللاعب على الستيج هو قلة أخطائه، فأنت محتاج الفروقات الصغيرة هذه. لاعب لايف ستايل حق نفسك ما لا داعي تلعب كارديو على معدة خالية إلا إذا أنت محابب هذا الشيء، ومع ذلك تطبيق الشروط اللي إحنا ذكرناها. اهتم وايد بالسعرات اللي داخلة والخارجة، هي الأهم. يعطيكم العافية.